لا خلي سالفتك بعدين. خلي احنا نجرب دقيقة صمت. دقيقة صمت. أول شيء صلوا على النبي. اللهم صل. سكتوا دقيقة. يلا. جلست جلست أوكي. خايف نرقد. عادي جلست. وش بالكم من سكتنا؟ صوت مقصر بالصحي. طيب اسقط لازم ارد دخ اخي تلايط يا اخوي قال دقيقه دقيقه اسقط طيب خلاص اسكت اسكت طيب يلا يلا ايش فيه عفويتي عفويتي شفت نازل ما تكلم الا نايف نواف بلا انا من جلسنا وهنا ساكتين اول ايام السكوت اقول اسكت يا رجال تلايط تلايط كانك صيني دلخ انت طبعا طلب كانك صيني دلخ يلعن امك استغفر الله استغفر الله لا تلعن استحي اسال والله العظيم ما تعرف تذب ولا عندك سالفه ولا تعرف تجمع سالفتين على بعضها طيب يلا 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 الحين ما لا دقيقه ما احترم يا الربع ما احترمت قوانين الجلسه ما احترمت قوانين الجلسه لا لا السبله العمانيه تهتم في الاصول والتراف وتهتم في اداب المجلس وتهتم في اداب الحواء والشروط بعطيك اياها بعد شيء وبوقع لحظه لحظه من حق يتكلم السبله المن لكم طبعا حقك السبله المن حقتك لا تتجاوز لا تتجاوز لحظه انت برد لك راعي محل انك بتقول لي ادري عامر بن منير سوى ترى عامر بن منير الله يبيض وجهه سوى